أخبار اليوم. المنظومة اللي تمت بها مشروع قناة السويس اللي هو بدأ بالشباب وبدأ بأيادي المصرية، ومن هذا المنطلق سمينا المبادرة الأمل والعمل، وأعطينا المبادرة ديت شعار وهو هاند اللي هو الإيد، لأن الإيد إذا كانت الإيد في الإيد في مصر في المرحلة الجاية فعبرنا ببلدنا برا الأمان، جففنا منابع الإرهاب، جففنا منابع التبرع، جففنا منابع محاولة التضليل بهذا الشعب. أخذنا منطلق من هذه المبادرة جزء آخر وهو القائمين المتهمين الذي المفرج عنهم، بناخدهم وبنعاد تصنيفهم علشان ينخرطوا في المجتمع. أخذنا أنصاف المتعلمين وأخذنا المثقفين في كل المجالات. طيب يا فندم، المبادرة هتبدأ من منين بالظبط؟ مقلم أماكن في مصر ولا تشمل مصر كلها؟ احنا خدنا منطقة مصر الجديدة والنزهة بداية المبادرة. الحمد لله قدرنا في خلال الأسبوعين الجايين دي هنشغل حوالي 50 واحد، سواء أنصاف متعلمين أو مؤهلات عليا أو مفهومش نسبة الثقافة، في مشروعات استثمارية سواء هندسة سواء ميكانيكا سواء أعمال بنوك في كل المجالات، علشان نبتدي ندي فرصة إن احنا هنقدر، ولكن وإن كنا لن نستطيع أن نقوم بتشغيل كافة الشباب بيكم يا فندم، وانتوا هتبقوا سندنا في هذه المرحلة، ومش هنقدر نعمل حاجة بيكم، انتوا لازم تسوقوا الفكرة علشان الشباب تحس إن هم دعام المرحلة الجاية، هم اللي عملوا ثورة 25 يناير، هم اللي عملوا ثورة 30 يونيو، وهم اللي بيبنوا بلدهم، البلد دي احنا عاملينها، هم اللي هيبنوها، احنا هنقعد فيها، لكن هم اللي هيبنوها. شكرا. العفو يا فندم. شكرا.